السنة الأخيرة دي في تذبذب طبعا في أسعار كل حاجة يعني، لكن السجاير في مشكلة، ويمكن دي السلعة الوحيدة اللي بتختفي، مفيش سلعة تانية بتختفي، هي بتغلى بس ما بتختفيش، إنما السجاير بيجي عليها كده أسبوعين تلاتة تختفي وبعدين ترجع تاني بأسعار غالية. وطبعا حدوتة البوكس، والبوكس موجود ولا مش موجود، اللي هي السجاير البوكس يعني. استاذ ابراهيم امبابي رئيس شعبه السجاير، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك عمرو بيه، موال كل سنه يا فندم. موال كل سنه، بس هي السنه دي كتير. اقول لك ليه حضرتك، انت اتعودنا مع بعض نتكلم بصراحه وشفافيه دايما. لعل متخذ القرار يعني يصحى شويه. حضرتك من ساعه ما معالي وزير الماليه المحترم قدم موازنه 2023 2024 وقال انا عايز من القطاع ده 88.6 مليار جنيه يخشوا خزينه الدوله. اي واحد عايز من قطاع السجاير 88 مليار جنيه و6 من 10 يعني ماشي عليا دور السته دول، ما فيش مشكله تمام. حضرتك على طول كان المفروض احنا قعدنا مع احمد بيكو جاك كشعبة بندي اقتراحات، انت هتزود عايز زيادة عن السنة 22-23، طيب نعمل ايه؟ الفئات السجاير ثلاث فئات، فئة دنيا، فئة وسطى، فئة عليا. قلنا هنزود الدنيا يا دوبك نص جنيه، واحنا عارفين حسابيا كل وحدة ضريبية بيقابلها وحدة من الشركة او المصنع. أيوه. يعني الكلوباترا اللي انت بتقول عليها دي، لو التعديل الضريبي اللي هو القيمة المضافة البوكس، لو التعديل الضريبي طلع ونفذوا وجهة نظرنا كشعبة نص جنيه على الفئة الدنيا، يبقى هتزيد جنيه بس مش 15 جنيه. اذا التباطؤ في اتخاذ القرار، المتخذ القرار كان المفروض طلع تشريع تعديل الفئة الضريبية من شهر 3. سبق التاجر طبعا، في ما احنا ما ننكرش ان في جشع تجار، والتاجر دي سلعة لو اللي عايزها الممنوع مرغوب، فبالتالي لا مش ممنوع، هو لو مش موجودة بيتجنن، هي مش ممنوع. هو عايز، هو بينزل يشتري علبة سجاير كل يوم او علبتين، هو لازم يجيبهم. حضرتك فالتاجر بيعمل ايه؟ بيخزنها علشان يقول له بقى امه خمسة، ام 22 يقول له 35، التاني يقول له اوكي، بس ده برضو مفيش ثقافة. طب وهي البوكس اللي هي ارخص حاجة دي بكام؟ مش ب15 كانت ولا بقت بكام دلوقتي؟ لا انت قصدك على الاثنين اللي هي 20 سيجارة كانت ب22 جنيه. ليوم ما تزيد، يوم ما يعني، وده اللي الواحد بيزعل منه. متخذ القرار ليه التباطؤ؟ ليه التباطؤ وتعمل البلبلة؟ ليه تعمل البلبلة؟ طب وهي بتباع بكام دلوقتي؟ لا حسب بقى المنطقه اللي انت فيها، انت في الزمالك هتاخدها ب 35، انت في كشك هتاخدها ب 30. يعني البلبله دي كلها ليه؟ متخذ القرار يطلع قرار بس يطلعه. احنا خلاص اتفقنا مع وزير الماليه ومع نائب وزير الماليه على السيناريو كله، بالاضافه ان مش عدلت بس السجاير، ده انا عدلت كمان الفئه الضريبيه على المعسل، بدل ما هي 165% بقت 175%. طلع القرار بقى، اعرضه على مجلس النواب، مجلس النواب يوافق كل. طب وايه المشكله؟ ليه بيتاخروا؟ انا فهمت كمان ان السجاير اللي هي الفاخره يعني بقى اللي هي الاجنبيه دي وصلت 50 جنيه صحيح؟ ومع ان الشركات، انا النهارده كنت لسه مع شركه المتحده بطمن اللي خط الانتاج، الناس شغالين بكل طاقتهم. تاجر بيخزن يا فندم، لدرجه ان انا كلمت سياده اللي هو محمد رجائي مباحث تموين في وزاره الداخليه، قال لي انا على استعداد انزل لك رجال على مكان على منافذ التوزيع. يعني طبعا هنعمل ايه؟ متخذ القرار يعني معلش ارجوك، ما هو لما ما بيزودهاش الزياده بياخدها التجار بالظبط يا سلام، ولما بيعملها يعني ارقام مكسوره الكسر بياخده التجار. يعني 22 و23 ده هي ورقه بخمسه وهياخد ال2 جنيه كده كده، ال25 جنيه مقفولين. هو بقى احنا لما عملنا نص جنيه يبقى اذا الشركه هتزود جنيه، يبقى على طول اللي امه 24 هتبقى ب25، يبقى قفلنا عليها الباب وفتحنا الشريحه ما بين السجاير. يعني الفئه الدنيا عشان تتقلبات الدولار، يعني اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. احنا معجونين في الشغلانه دي، ما بنفهمش حياتنا غير الشغلانه دي، والحمد لله عندنا نائب وزير ماليه محترم احمد بيكو جاك. طب هو انا ما اعرفش، يعني انا ما بشتريش سجاير اصلا، فبالنسبه للمواطن هو يعرف السعر ازاي؟ يعني انتوا السجاير بتاعتكم دي بقت خلاص ما حدش عارف سعرها.
لا يا فندم، السعر موجود ازاي؟ لما قعدنا مع حمايه المستهلك طبعا ايمن بحسن قال لك انا عايز احمي المستهلك، قلنا له هنعمل باركود على كل علبه سيجاره، اي واحد اي عيل صغير معاه موبايل يعمل اسكان على الباركود. لا بلاش عيل صغير يعني، المهم يعني اي حد يقدر يستخدم الموبايل يعني. لا اصل دي بسيطه، احنا عاملينه بطريقه يا دوبك هيحط الموبايل يطلع الاسكان زي ما بتخش المطعم. ايوه بتخش المنيو هيعرف سعره الموبايل، هيعرف سعره ويعرف تاريخ انتاجه ويعرف تاريخ التشغيل رقم التشغيله. فيعني ما احنا عايزين نحل يبقى في ثقافه. طب وعملته كده يعني الناس ممكن على على علبه سجاير تعرف سعرها؟ ده من شهر 7/22 يا فندم، من شهر 7/22. بس الناس مجبره برضه بيروحوا يضطروا بقى الراجل اللي بيقول بكام. يا عمرو بيه، من امان العقاب اساء الادب. هو واحد بس لو كان يتاخد واتعمل له كاموفلاش عليه كله هيخاف ويطلع البضاعه اللي مسجلها. فاحنا دلوقتي في انهي مرحله؟ مرحله التخزين ولا مرحله التوفير ولا مرحله العرض؟ التخزين. مرحله التخزين. السجاير مش موجوده يعني. ولو متخذ القرار سمع كلامنا لوجه الله وطلع التعديل الضريبي بكره كل اللي مخزن هيطلع خلاص، لانه عارف الحد بتاعها مش هيعرف يبيع اكتر من كده. يعني متخذ القرار التباطؤ هو اللي عامل. طب هو كمان متخذ القرار لمصلحته، ما الفلوس دي رايحه له. مش انا مش عارف والله، يعني انا مش عارف، اليس ابونا رجل رشيد؟ يعني ما فيش رجل رشيد يقول يا جماعه الفلوس دي بدل ما كانت راحه لجيب. مش معنى يا اخويا في السلع الغذائيه ولا بتاع بتترفع في اليوم مرتين والسعر يتعمل على طول، السجاير لا. لانه طمعان، تاجر طمعان زي ما انت قلت، هو نازل من بيته ما يجيب علبتين سجاير، مش هيروح لما يجيب مش هيجيب عيش وهيجيب السجاير. الاستاذ ابراهيم امبابي رئيس شعبه الدخان والسجاير بشكرك شكرا جزيلا على هذه